المنتخب التونسي، المنتخب التونسي في كأس العالم، وحث أوفى للمنتخب المصري والمنتخب الجزائري. ليش ما اسمع فيك؟ ما عندك شريز لمشومة وينكم؟ لبس عليكم مش نحويلكم. كنا في بارد أخوي، كنا في تسمى القهوة دام تاون، كنا في الداون تاون، في قهوة الداون تاون، الدام تاون، الدام تاون في باردو حفلناها. والعوق عنده جمهور غفير في باردو صاحبي، جبناها القهوة، جبت معايا مصفى رفيق وجمال وماهر، أربعة ثيران بانو عشا وأربعة خبزات، فهمني بانو عشا وأربعة خبزات. لمشومة أحلى شعب العوق، لمشومة مصفى ورفيق وجمال وماهر، أربعة زيت لاعب ليه صاحبي؟ وقارن فلفل راس بصل. هاي دان تاون قهوة زبورة، أما عندي جمهور فيها صاحبي، عندي جمهور فيها لوتا لمشومة، أحلى جمهور لمشومة. ينعم بوزينكم. وعلى فكرة البرنامج كريم الغربي غدوة تتفرجوا فيه على اليوتيوب، ولا ما نعرفش بكرة شي يقدموه غدوة على المنتخب. احلى بابارازي، احلى بابارازي بوكش يجيبوه على المنتخب غدوه، فهمني احلى العوق. ثانك يو غدوه، لخاطر ما جابوهوش على المنتخب، فهمني تنسى الكريم الغربي كل وقتاش ولا مراد الروج، ممكن يهبطوه على اليوتيوب غدوه. الحصه بتاعنا على اليوتيوب، هات اللي بغيت يتوسل ايجا منا وذوق البنا. المنتخب بترشح، اللي عنده مرته يبوسها، اللي عنده صاحبته يبوسها. اليوم تفرحوا ببعضكم، اليوم تعلقوا بعضكم، تفرهدوا مع بعضكم، تخرج مرتك تسهر معاها، توكلها، تفرهدها، تعملوا عشاء بيه، تزلبوا قولها، اشتحوها. هذه هي الحياة، الحياة حلوة بس تفهمها. لوتا قهوة اي قهوة التاون تاون 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 احلى قهوة الدان تاون خويا، وجهك منور علينا اخويا. بابارازي ياو ياو، بابارازي وجهي منور بتبيع البوس، يبقى ديما بوس صاحبي. لوتا لمشومة، هاي باري نعم بوزيكم. ملتقانا غدوة، جيس حليتش نقول لكم مبروك المنتخب التونسي، وغدوة نرجعوا لكم لللايف ويت، قوة اللايف ويت غدوة ترجع، نعملوا جو، نصروا مع بعضنا. اليوم هبطت ويفي على خاطركم في الدار، خاطر كوليكسيون خايبه. اليوم مشيت هبطت ويفي على خاطركم باش نخمجوها لايفويات في الليل، ويجا منا وذوق البنات. احلى شعب العوم، ينعم بوزيكم لمشومه. السلام عليكم. كملت لهم بعد وزبي.